أهلا بكم. البداية بهذا الخبر، حيث فشل قيادي جبهة البوليساريو في وقف الاحتجاجات التي نظمها المحتجزون أمام مقر متزعم الحركة بعد ترديد المحتجزين شعارات تتهمه بالتستر على مقتل شاب في سجون البوليساريو والادعاء بأن الأمر مجرد الانتحار. يأتي ذلك فيما تطالب عائلة القتيل بفتح تحقيق في القضية وكشف ملابسات اغتياله، وتؤكد أنها تملك أدلة دامغة على تصفيته من قبل ميليشيات البوليساريو، حيث تعرض للضرب المبرح وتركه ينزف. ويشهد محيط ما يعرف بمقر الجبهة جبهة البوليساريو منذ ساعات الماضية تواجدا مكثفا لمسلحي جبهة البوليساريو لإقناع المحتجين المحتجزين بوقف الاحتجاجات. Gas, gas, gas.